إذن هيئة الدفاع عن المحامي مهدي زجروبة تقول إنه تعرض إلى ممارسات ترتقي إلى جريمة التعذيب بعد اعتقاله هنا في دار المحامي يوم 13 من شهر مايو الماضي. الأستاذ المهدي زجروبة عند اقتحام دار المحامي واقتياده من غاديك من تلك اللحظة انطلقت عمليات التعذيب من جره من قدميه، من وضعه داخل تلك الشاحنة، من عملية نقله كان يتلقى كان يخور رامي يغطوا لي راسي ويضربوا فيا من دار المحامي حتى كشيدين وصلت للجهة مكان الاحتفاظ، إلى أن وصل بهم الأمر، وهذا حسب تصريحات الزميل والتي عينها السيد حاكم التحقيق، بأنهم قاموا بنزع ثيابه عدا ملابسه الداخلية وقاموا بالاعتداء عليه جسديا بالعنف، بدهسه بضربه في كامل أنحاء بدنه وجسده يعني بأحذيتهم. هيئة الدفاع تحدثت أيضا عن العراقيل التي تعرضت لها عند محاولتها إثبات جريمة التعذيب، وانتقدت الهيئة عدم تفاعل النيابة العامة مع مطالبها، مؤكدة مضيها قدما في تقديم شكوى جزائية رسميا ضد قوات الشرطة التي تتهمها بارتكاب جرائم التعذيب ضد المحامي مهدي زجروبة. وقع إشعارنا حينها وأنه تعرض إلى عنف شديد، كنا طلبنا من النيابة وأن تعاين، لم تتفاعل النيابة العمومية، كان موقفها سلبي من هذا. هذا غريب جدا، هذا نعتبره خطير حتى باعتبار وأن للنيابة دور رقابة على أعمال باحث البداية ومراقبة ظروف وسجلات الاحتفاظ ومتابعة ومراقبة السلامة الجسدية للأفراد. وزارة الداخلية التونسية سبق ونفت من جانبها تعرض المحامي مهدي زجروبة إلى التعذيب، وقال المتحدث باسم الوزارة إن جميع مراكز الإيقاف مزودة بآلات تسجيل صوتي وبصري، وهو ما يفند رواية هيئة الدفاع عن المحامي. اقتحام قوات الشرطة في مناسبتين لدار المحامي واعتقال كل من المحامية سنية الدهماني والمحامي مهدي زجروبة والحديث عن تعرضه إلى التعذيب رفع خلال الأسبوعين الأخيرين حدة الاحتقان بين السلطة وبين المحامين. توفيق عياش، الحرة، تونس.